السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة المشاهدين، دائما معكم يوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله. اليوم إن شاء الله مدينة الرشيدية، دائما باقي المدينة الرشيدية. اليوم عندنا السبوع، هو الدجاج جابوه صوبته ودابا رقدته في الملحة والحامض والهريسة ولا السودانية اللي كان موفر عندكم في الدار وموجود، ديروه بيت ليلة كاملة كي يشرب الماء الملحة والحامض باش كيجي مزيان. دابا ندوزنا للبصلة. دابا صباح الحال، النهار ديال الفرح، غادي نطيبو دابا ونوجدو. هذا هو الدجاج ديالي صوبته، البصلة نقيتها وصوبتها، غادي ندوز ان شاء الله للتشرميل ديال الدجاج. تبعوا معايا الطريقة ديال المهمة فاطمة. هذا هو الدجاج خرج كيشعل تبارك الله. دابا نبداو بسم الله على بركة الله. المعلقة الأولى، الثانية ديال السكنجبير، الثالثة، الرابعة، على حسب الدجاج اللي عندنا، على حسب الكمية اللي عندنا. ونغربلوها دائما بغربال هكا، ولا يعني اللي كان عندكم موفر شبكة، يعني ها انتم كتشوفوا. معلقة ديال بزار الكحل، جوج، ثلاثة د المعالق، يعني ثلاثة ما كامليش. هادي ديال الخرقوم، المعلقة الثانية ديال الخرقوم. دابا كنغربلو كلشي. تبعوا معايا الطريقة باش تعرفوا كلشي. هدا 20 فروج، ديروا واحد شوية ديال الشاونية. 20 فروج فيها 4 معالق ديال السكنجبير، 3 ديال البزار الكحل، وجوج ديال الخرقوم، وشويه ديال الشاونيه. الشاونيه اختيار ديالكم، بغيتو ديروها ديروها، بغيتوش ما ديروهاش. وغربلو كلشي بحال هكا ونصبو به، ما تنصبوش به هكاك. هذا صايبتو في عند العطار وطحنتو بيدي عنده ونقيتو وطحنو لي عنده هكاك، فيه مازال ما مطحونش مزيان. ها انتم كتشوفوا كيجي حرش الا درتوه هكاك. وتبعوا معايا الطريقه وغادي تعرفوا كلشي. ها انتم كتشوفوها، دائما خصنا نغربلو العطريه. واه هادي بتيبيسه وقحقله، سبحان الله العظيم. هاد الشويه هذا راه 10 دراهم، 10 دراهم. كنت كنديروها كتجي زوينه حتى هي في الدجاج، كتطلق واحد المذاق زوين. غنديروا شويه هاد اللون ديال الزعفران، كاش كيعطينا اللون شويه للدجاج. وضروري الدجاج خصو الزعفران ضروري. الا عندكم الزعفران شعره، الا ما كانش كنديروا هذا. هادي نتوما طحنتها في مونينيكس، كنديروا القياس ديالنا. وتبعوا معايا الطريقه باش اللي كيتبع معايا غيتبع ان شاء الله حتى الاخر. هذا المعدنوس طحنته مونينيكس حتى هو، وكندير القياس ديالي باش يجي كلشي مطحون ما كتبان حتى شي حاجه. وكنشرمل الدجاج ديالي. ما نديروش الملحه على خاطر الدجاج راه بايت في الملحه والحامض وشويه ديال الهريسه ولا السودانيه اللي موفر عندكم، راه سبقت وقلتها لكم. داك السودانيه زوينه سبحان الله مع الدجاج. انا كنصور بواحد اليد وواحد اليد كيشرمل، سمحوا لي انا خاطر كلشي مشغول وقلت نقضي انا يا راسي. ودائما معكم، دائما مع السادة المشاهدين، دائما الجديد ان شاء الله معكم. وكتبنا الحمد لله ومشينا لهاد المدينة، اللهم لك الحمد. اول مرة جيت ليها مع الناس ديالنا، اللهم لك الحمد. كلشي زوين، كلشي تبارك الله ما شاء الله. هذا هو الدجاج ديالي، كنصمر معاه حتى كنساليه وكنردو يطيب ان شاء الله على بركه الله.
على هكايا هو كيطيب. عاوتاني البصله ديالي صايبتها عاوتاني راه كتشحر، عاوتاني غندوزو ليها ان شاء الله عاوتاك باش نغمروها. وهكا نتبعو تنسالي الشغل ديالي ان شاء الله. كنديرو زويته بلديه، كنديرو زيت الروميه، كندير في هاد الطياب ديال الدجاج كندير غير شويه زيت بلديه، ولكن في الدغميره كندير زيت البلديه، زيت الروميه، شويه ديال السمن البلدي، ولا اللي ما كانش السمن البلدي كندير داك الضامه ديال البنه ديال لي السمن. وهكا تنستمر حتى كنسالي الدجاج. دابا ندوز للدغميره ان شاء الله، شويه ديال مع كنت مغطيها شويه ديال داك الضبابه ديالها، هي هادي الدغميره ديالي كتشحر على هكا. كنجلس حداها كنستمر معاها حتى كنساليها حتى كتعقد مزيان، وعاد ديك الساعه ديك كنحيد كنطفي عليها، كنخويها فشي اناء واحد اخر اللي هو كتولي غير شويه ما كتبقاش بزاف. ان شاء الله كلشي يدوز على خير وبخير. دابا غادي نحمر الدجاج ان شاء الله باش غندفعوا الماكله باذن الله. ادعيوا معايا ودخلوا عندي خوتي خواتاتي وتشجعوني في هذه القناه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويجي خفف على القلوب ان شاء الله. دائما جديد معكم، دائما ان شاء الله يا ربي نفرحكم وتفرحوني. على كل واحد على خاطره، كل واحد على يعني على قانتو، اللي بغى يدخل عندي مرحبا والف مرحبا. هذه هي المهمه فاطمه، وهذا هو الدجاج اللي كنديرو في مدينه الرشيديه. دابا ان شاء الله غادي نحطو العشاء باذن الله، ومازال ان شاء الله مازال فيديوهات اخرين ان شاء الله يتابعوا معايا. درت الفيديو الاول ديال الطريق فاش كنا جايين، ودرت فيديو الثاني ديال البورماش، ودابا الثاني هذا فيديو ديال الدجاج. ومازال ندير لكم ان شاء الله فيديو ديال الحولي وديال ان شاء الله الحمود، وفيديوهات حدين اخرين ان شاء الله. مشينا لبلايص اخرين وغادي يعجبوكم ان شاء الله باذنه. جزاهم الله خيرا هاد الناس، ساروني وداروا بيا زعما الصراحه، داروا المجهود معايا، الله يكرمهم الله يكرم الجميع. وما تنساونيش بالمشاركه ديالكم اخوتي اخواتاتي باللايكات وبالتعاليق. وهذا هو الطياب ديالي، انا نتمنى يكون هذا الفيديو في المستوى ويكون زوين ان شاء الله. ما تبخلوش عليا ان شاء الله يا ربي في المشاركه ديالكم. الدغميره ديالي خويتها في هذا الكوكوط باش كتجيني صغيره، كنحطها قدامي يعني فين ما درت كنحطها قدامي، حيتها من طنجير كبير. ودابا كنحط زعما الطبق طلع مزيان، كلاو الناس زعما تبارك الله ما شاء الله، اللهم لك الحمد. وقبلوا عليا يعني انا ما عرفش نهضر ولا زعما شي حاجه هكايا نقصت فيها ولا شي حاجه ما نعرف ما عرفتهاش ولا شي حاجه. هذه هي المهمه فاطمه يعني عاديه. كندير هاد الحامض مع فوقه الهريسه، الهريسه زوينه كتجي مع الدجاج سبحان الله. هاد الهريسه كنديرو حنا المنطقه ديال الغرب، مع فاس مع مكناس، وزيد وزيد وزيد. كان منطقة الشرقية ما كيديروش هاد الهريسة، إلا مشيت طيبت تما في مدينة منتزلهيه وطيبت هاد الطياب ديالي كيعرفو هاد السيدة لي راها من الداخلية، راها ماشي من المنطقة الشرقية. سبحان الله العظيم، حنا معروفين بالهريسة والحامض فوق الدجاج، وكل مدينة سبحان الله باش معروفة، وكل جهة باش معروفة سبحان الله العظيم. والسلام عليكم، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو ويكون خفيف على القلوب ان شاء الله، وتشجعوني. وهذا الشيء اللي غادي نقول لكم، السلام عليكم، تبارك الله عليكم، الصحه للجميع، ومبروك على المولود الجديد،
مبروك على باه وعلى امه وعلى عائلته ان شاء الله، ويكبر في عزهم ان شاء الله يا ربي، وبالنجاح والتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم، تبارك الله عليكم، نتمنى يعجبكم هذا الفيديو يا رب العالمين.